تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مبادرة كلنا واحد، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. في إطار تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية ومن خلال منظومة أمان بتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، وكذلك عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. أشكر الرئيس ورجالة الرئيس كلها اللي جالنا كراتين وجالنا شنط للمدارس ويعودها عليه بخير يا رب. بطل تمن اللي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجرها. سيد الرئيس اللي بعت لنا مواد غذائية لحد الغيط في عز الجو دوت بالظباط، الناس المحترمة، الناس اللي شرفتنا ونورت البلد وبيجولنا كتير وجولنا في رمضان وجولنا دلوقتي، ودي لحفيدي شنطة. كل سنة وانتم طيبين واحنا بنشكر الرئيس. احنا مصر ومصر احنا في كل صار والحكاية مستمرة من سنين. كنت قاعدة انا وولادي وفجأة لقينا الصديقات داخلين علينا بشنط لأولادنا للمدارس، ما كناش لسه جبنا واحنا بنشكره. وشرطة قوية في ظهرنا يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عيدية وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تمن اللي شايل اسمها وكل ليل. شكرا يا ريس على الشنطة بتاعت المدارس، شنطة طيبة. بلدي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل بطل تمن اللي شايل اسمها وكل ليل. الإسهامات الفاعلة من الوزارة في دعم ومساندة المواطنين بخاصة في المناطق الأولى بالرعاية كانت موضع إشادة كبيرة وتقدير من مختلف الأسر المصرية بخاصة المستفيدة من هذا الدعم. أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كل سنة وأنتم طيبين وبالصحة والسلامة ونشكر الرئيس. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. دايما فاكرنا الرئيس وبيدينا كل حاجة والشنط اهيت مع أولادي وخدنا كراتين. نقول له ربنا يبارك لك يا رب، جاب لنا لعيالنا شنط المدرسة، واحنا بصراحة كل سنة في الميعاد دوت بنستنى ناخد شنط عيالنا، وربنا يبارك له يا رب زي ما هو مهتم بينا. وكل الأعياد ما سبناش خالص في الأعياد ومناسبات، ودي لعيالي حاجة المدرسة وأشكره. دايما الرئيس فاكرنا على طول وعمره ما نسانا، فأي وقت وأي مناسبة بيجي برضه يوزع علينا كراتين على طول باستمرار. شاكرين قوي يا رئيس. شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. شكرا يا ريس، كل سنة وانت طيب، دايما فاكرنا بالخير يا ريس. احنا مصر ومصر احنا في كل صار والحكاية مستمرة من سنين، كل واحد فينا شرطة ولا شعب حبها في قلوبنا بعد الدين دين. يا مصر ياللي شمسك لا يوم. دي حاجة بسيطة كده يا سيادة الريس، ليه؟ الله يجعلك ميكون عليك. عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن كانت حريصة على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها بمختلف المحافظات وفي أماكن إقامتهم، تعظيما للبعد الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية. هدية السيد الرئيس. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تمن شايل اسمها. دي هدية السيد رئيس الجمهورية. كل سنة طيب، محتاج اي حاجة؟ الله يحفظك. وبلدي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل
كل سنه طيبين. طيب ربنا يخلينا سيس. ربنا يخليك. دعم وزارة الداخلية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً لا يتوقف، بل هو دعم متواصل في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بكل المحافظات. مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعملها لنا كل فترة من فترة لفترة، على دخلة رمضان، على دخلة العيد، على دخلة المدارس. كنت محتاجة شنط لأولادي للمدرسة، وكنت محتاجة كراريس، وكنت محتاجة أقلام، وكنت محتاجة لهم حاجات كتير، والحمد لله إن المبادرة وفرت لهم الحاجات دي النهاردة. أنا أدي لك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تمن اللي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كانت زمان. نشكر سيادة الرئيس وبنشكركم، وانتوا جايين من اخر الدنيا لينا واحنا فرحانين بيكم. شكرا يا سيادة الرئيس على الهدايا الجميلة دي، وربنا يخليك لينا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.